في ثلاث أغاني هالسنة بالصيفية نجحوا وانتشروا أكثر انتشار، هول الأغاني معروفين أكثر شيء، وثلاثتهم ثلاث فنانات مقبرين بعضهم، كل الفنزات مقبرين بعضهم والصحافي ودبكين وما بعرف شو، ثلاثتهم ناجحين، بس ما حدا عم بيفهم إنه ثلاثتهم ماشيين على نفس الكونسيبت تبعول النجاح، ما حدا نجح لحاله. في عندك إليسا، في عندك نانسي، وفي عندك نوال. إليسا عملت ديو مع سارة المجرد، نانسي مع مارشميلو مع أكبر حملة إعلامية، نوال عملت الغنية لحالها، ركزوا معي هون، عملت الغنية لحالها. أنا أول ما سمعتها قلت هاي رح تضرب بطريقة ما بعرف كيف، بس رح تضرب في شي فيها رح تضرب، وغنتها الفرقة المصرية. لا نجحت لأنه غنتها الفرقة المصرية. طيب ركزوا معي كمان شوي هون، هلا تخيلوا صح بلا مارشميلو، تخيلوا غنية إليسا بلا سعد المجرد، كيف كان رح يكون؟ ما هو نفس الكونسبت، يعني هدوليك مدفوعين، هاي هيك نجحت بطريقة غير، وهيدا النجاح الفعلي. أنا هون عم بدعم الكفة بتروح لنوال بكل صراحة، لأنه هيدا النجاح قليل تيسير، ويمكن ما يصير معها بعد 5 سنين 10 سنين، وترجع بتصير مع نانسي، وترجع بتصير مع بيرجع بيصير مع إليسا، وهيك يعني ما بتزبط دايما هيدا النجاح اليونيك. فليش عم بتقبروا بعض؟ ما كله نفس الكونسبت، بس هيديك اجت ابو بلوشي هيك نجحت هيك، واجمل نجاح هيدا النجاح ابو بلوشي، بس الا قيمتها لا اكثر ولا اقل. هدوليك شيل الكولابوريشنز اللي دافعين مصاري الله عليها، بس يغنوها هني لحالهم، وقتها كنا نحكي نقول انه ما نجح او ما نجح. فحاج بقى واضحة الشغلة، تلاتتهم نجحوا، تلاتتهم بيشبهوا بعض، بس في شي عند نوال بحفلة ما حدا بينكر انه هيدا النجاح، هيدا النجاح الغير.